اخبار كتيره لسه معانا في بطوله كاس العالم، ولكن خلونا نرجع شويه كده للدوري العام الممتاز مع اسلام عادل، واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي والمسؤولين حاليا في فريق مصر المقاصه، واللي دايما بيكون متواجد معانا في حلقاتنا في صباح اون تايم. اسلام بصبح عليك، وكلام كتير عن بطوله كاس العالم، واكيد هيكون ليك جزء كمان معانا فيها ان شاء الله. محمد صباح الفل عليك. اكيد كاس العالم والدوري في ميكس موجود الفتره الاخيره، لكن اكيد الناس كلها يعني شغاله مع كاس العالم اكتر. خلينا صباح عليك الاول يعني. طبعا صباح الخير عليك، ونشوف انت بقى نبتدي من الدوري ولا نروح لكاس العالم. الحقيقه الواحد بقى يعني من كتر المتعه اللي موجوده هنا وهنا، المتعه في مصر كمان ما بتقلش اثاره عن بطوله كاس العالم، وان كان طبعا العين كلها على بطوله كاس العالم، الحدث اللي بيجي كل 4 سنوات، فخلينا نبدا بيه النهارده. يعني كاس العالم يعني ممكن سامحني انا اسف ممكن ما اتفقش معاك شويه، ما فيش يعني المتعه هنا غير المتعه هنا خالص. الموضوع في كاس العالم مختلف جدا احنا طبعا عندنا في مصر متعه نتائج بس المصري، لكن اكيد لسه بتقول حدث لا كاس العالم يعني البطوله دي مختلفه شويه، يعني البطوله اكيد مميزه طبعا، الصبغه طبعا العربيه والاسلاميه اللي موجوده اكيد مختلفه شويه. احنا كمان يعني نظرتنا كعرب للبطوله دي يعني اكيد ايضا مميزه شويه، لان احنا اول مره نحس ان حاجه في حضننا يعني. فتلاقي العرب ما شاء الله متواجدين بشكل كويس، كمان بحييكم على التغطيه الهائله اللي عاملينها اون سبورت، طبعا مش جديد عليكم، عاملين تغطيه هائله جدا محسسنا كاننا موجودين في قطر. يعني البطوله اكيد ليها طابع معنوي بالنسبه لنا مهم جدا. الطابع الفني انا ممكن يبقى مفاجئ بالنسبه لناس كتير، لكن اكيد الناس اللي بيبقى عندها معطيات في كره القدم انا بالنسبه لي مش متفاجئ من اي حاجه. يعني ممكن تقول الكاميرون تكسب البرازيل، تونس تكسب فرنسا، يمكن المفاجاه الوحيده انه السعوديه كسبت الارجنتين، بالنسبه لي دي ممكن تبقى مفاجاه يعني. لكن مش متفاجئ ان تونس كسبت فرنسا، لان فرنسا بتلعب بالسكواد الثاني يعني الصف الثاني، ولعيبه تونس كلهم محترفين مع اللعيبه اللي هي الصف الثاني في فرنسا، فوارد الاثنين مستوى واحد، فوارد احد يكسب احد، بالنسبه لي مش مفاجاه كبيره يعني. الكاميرون نفس القصه، البرازيل بتلعب بالمستوى الثاني، والكاميرون خلاص يعني كلهم بيلعبوا برضه في دوريات اوروبيه، فليفل تقريبا واحد، فممكن اي حد يكسب اي حد. ودايما كنت بقول انه في كره القدم فعلا اي حد ممكن يكسب اي حد، اي حد ممكن يكسب اي حد، ممكن بقى توفيق مره، حظ مره، اجتهاد مرتين، لكن في النهايه انا بالنسبه لي ما بقاش في مفاجات قوي. يمكن يعني حتى لو جينا نشوف الفرق اللي تأهلت لدور ال 16 بتبص نظره عامه كده، اكيد نظرتك قبل البطوله غير دلوقتي خالص. يعني هتلاقي في فرق انت اصلا ما كنتش مصنفها ان هي ممكن، يعني انت بتتكلم في استراليا، في سويسرا مثلا، بتتكلم في كوريا واليابان، من الفرق دي ما كانتش مصنفه بشكل كبير ان هي تصعد من الـ من الـ من الـ من دور المجموعات. يعني في بلجيكا والمانيا، لكن بالنسبه لي برده مش مفاجات، لان المانيا خرجت قبل كده وبتخرج تاني، مش مركزين اصلا في الكوره، مركزين في كلام فاضي. بلجيكا يعني مش احسن حاجه، فبالتالي هو انا بالنسبه لي مش مفاجات، لان في معطيات، لان كل الفرق اللي بتشارك في كاس العالم هي فرق كبيره كلها تقدر يعني تعمل ارقام كويسه. لكن لو برازيل، فرنسا، ارجنتين، اسبانيا، دول كاس العالم خرج منهم، اي حد تاني اخد كاس العالم هي دي هتبقى المفاجاه بالنسبه لي الوحيده والحقيقيه يعني. يعني هفتكر معاك كده بطولات كتيره لبطوله كاس العالم كنا دايما بنشوف العلامه الكامله يا اسلام، ولكن لو بصيت على كل المجموعات هنلاقي اقصى رصيد وصل ليه منتخب من النقاط هو 7 نقاط. هولندا عملتها في المجموعه الاولى خدت 7 نقاط، انجلترا في المجموعه الثانيه 7 نقاط، بتتكلم كمان على المغرب 7 نقاط، وباقي المنتخبات 6. يعني المتصدر لما يكون حاصل على 6 نقاط اعتقد كمان من العلامات البارزه معانا في بطوله كاس العالم. علشان البطوله فعلا مهمه، البطوله فعلا قويه جدا، زي ما بقول كل الفرق المشاركه في كاس العالم كلها فرق كبيره، كلها فرق ممكن تعمل حاجات مختلفة. سويسرا ما كانش حد يتخيل انها يعني توصل للي وصلت له، فعشان كده كمان خد بالك الفرق الكبيرة بعد لما ضمنوا الصعود في الجولة الثالثة ابتدوا يريحوا برضو بعض اللعيبة شوية، ده ممكن يؤثر عليهم سلبا شوية، بيبقى مدربين لهم حسابات مختلفة. لكن فعلا هي يعني مفارقة قريبة جدا ان مفيش حد قدر يحقق العلامة الكاملة، وزي ما بقول لك ده بيدل انه مفيش مفاجآت، انه فعلا الفرق كلها كبيرة، الفرق كلها قوية، أي حد يقدر يكسب أي حد. وزي ما بقول لك ان خريطة كورة في العالم اتغيرت بشكل كبير جدا، وخد بالك الكوره بقت قريبه من بعض قوي، يعني المستويات بقت قريبه من بعض جدا، الفروقات ما بقتش كبيره.
فانا زي ما اقول لك اي حد يقدر يكسب اي حد، لان الكوره خريطه الكوره في العالم اختلفت الفتره الاخيره. يمكن بقى كاس العالم الجاي بقى مختلف شويه، يمكن انا عارف ان دي النسخه الاخيره اللي هيبقى فيها العدد ده من الفرق ال 32، بعد كده عدد الفرق هيبقى كبير جدا في البطوله اللي جايه، فهتلاقي يعني ممكن كاس العالم ممكن يبقى شكله مختلف شويه اللي جاي، لكن اكيد دي نسخه مميزه فنيا وتنظيميا اكيد بالنسبه لنا مختلفه تماما. يعني تعالى لي بقى في المتعه والاثاره اللي موجوده في بطوله الدوري العام الممتاز. هبداها اولا بالاثاره اللي يعني الاثاره السلبيه، ان احنا بنشوف اسماء لمديرين فنيين بيرحلوا، اسماء كبيره طبعا بنكن ليها كل الاحترام، بتاتي في توقيتات مختلفه في بطوله الدوري، اخرها طبعا رحيل الكابتن خالد جلال وقدوم الكابتن حلمي طولان اللي له من الخبرات الكثير والكثير. المفاجاه كمان اللي بادين بيها اليوم النهارده احتماليات رحيل بابا فاسيليو عن نادي غزل المحله، وكلام بسبب يعني ازمه الدولار، البعض الاخر بيقول ان في مفاوضات من نادي اخر، الامور يعني مش واضحه لحد دلوقتي في بطوله الدوري. هل ده جزء ايضا من الاثاره اللي بتشهدها بطوله الدوري كل سنه؟ وانت عارف طبعا اللي بيحصل وسيناريو انديه كتيره جدا بتعمل ايه بعد كده. يعني خلينا نتكلم على تجربه البنك الاهلي، كابتن خالد جلال يعتبر نجح بشكل كبير جدا مع البنك الاهلي منذ توليه المسؤوليه، وفي استقرار جيد وفي يعني تطور في المستوى بشكل كويس، لكن يمكن اداره البنك الاهلي السنه دي كان طموحها مختلف شويه. يعني هم عاملين ميزانيه كبيره جدا، حابين ان هم يلعبوا بقى افريقيا، خلاص بقى لهم يعني فتره اتعودوا على وجودهم في الدوري الممتاز بشكل معين، عايزين يعملوا النكست ستيب بقى، ان هو خلاص عايز العب افريقيا زي قبل كده مسموحة عملت، وزي ما المقص عمل، وزي ما في فرق زي ما بيراميدز كمان عمل، خاصه ان هو يعني امكانياته الماديه تسمح له بكده، عنده عقود كبيره جدا، عنده بادجت كبيره جدا، فبالتالي ممكن يكون يعني ما تفاقوش مع كابتن خالد جلال السنه دي، يمكن بعض النتائج كانت سلبيه شويه او محبطه للامال بالنسبه لهم. ف يعني هي تجربه انا شايف ليها الى الان هي تجربه نجحت وناجحه بكل المقاييس، كابتن خالد ادى دوره بشكل كويس جدا، اداره البنك الاهلي يعتبر نجحت ايضا الى الان بشكل كويس جدا، لكن هم اكيد في مرحله ثانيه، المرحله الثانيه هم شايفين من وجهه نظرهم انه محتاجين بقى تجديد دوافع، تجديد وشوش، حتى تجديد مدربين، فجابوا اسم كبير جدا كابتن حلمي طولان، واحد من العلامات البارزه في كره القدم، ودايما كنت بقول على كابتن حلمي طولان بالاخص، انا عمري ما اشتغلت معاه لكن دايما بقول انه لما يتقال كلمه حد عنده خبرات او استفاد من خبراته، الجمله دي بتتلخص في كابتن حلمي طولان، لان من وجهه نظري يمكن هو من القلائل جدا الكبار في السن اللي لما تتعامل معاه تحس ان فعلا عنده خبرات. يعني لما كنا بنلعب ضده في الدوري المدرب الوحيد اللي تحس انه فعلا لا عنده خبرات فعلا، كنا نسمع كلمه خبرات وفي الاخر ما نلاقيش حاجه في الملعب مع كامل الاحترام والتقدير يعني، لكن كابتن حلمي طولان بينطبق عليه الجمله والمقوله جدا، هو فعلا عنده خبرات كبيره جدا بيثبت نجاحه في اي مكان هو بيبقى متواجد فيه، فاكيد هو اختيار موفق جدا يعني، وان شاء الله التوفيق الفتره الجايه للبنك الاهلي وكابتن حلمي طولان وكابتن خالد جلال كمان مدرب كبير جدا عمل اللي عليه وراجل خلوق يعني. لكن في النهايه هي دي كره القدم، هي دي سنه الحياه، كل الاطراف مفيش حد خسران، كل الناس كسبانه، كل الناس ادت عليها بشكل كويس، المرحله اللي جايه يعني ان شاء الله كل واحد يبقى موفق في حته ثانيه. بابا فاسيليو في غزل المحله هي ظاهره غريبه شويه، يعني المحله السنه اللي فاتت الكابتن عوده مشي وكابتن عبد الحميد بسيوني مشي، وبعدين السنه دي بابا فاسيليو برده هيمشي، هي مش ازمه دولار خالص عشان نكون واضحين يعني، يمكن في مفاوضات مع نادي تاني يمكن الاقرب يكون المصري، لكن خلينا اقول ان الراجل ده نجح بشكل كويس جدا مع غزل المحله، كابتن عبد الحميد بسيوني نجح معاهم، كابتن عوده كمان نجح معاهم، هو عملوا شغل كويس جدا، كابتن مصطفى عبده لما مسك اكيد ادى المهمه بتاعته، فالمحله السنه دي بصراحه يعني اول مره من سنوات طويله اشوف محله بيؤدي بشكل مختلف تماما، اكيد المدرب كويس جدا، وفي برازيل السنه دي يعني برازيل اول مره ما يبقوش الاسماعيلي يبقوا المحله، الراجل اثر بشكل جيد جدا وبشكل ايجابي على فريق المحله، شفنا هويه، شفنا شكل مختلف، حاجه جميله جدا المحله، لكن في النهايه المحله لازم يراجع نفسه، يعني المحله لازم يعني برضو ايه اكيد لازم يحافظ على المدربين بشكل اكتر من كده، انت عارف كره القدم فيها مغريات طول الوقت ومتغيرات كمان طول الوقت، فبالتالي انت مطالب انك تحافظ على لعبتك، مطالب تحافظ على مدربك، القصه دي ممكن تبقى ماديه في بعض الاوقات، ممكن يعني مش عارف، خليني برضو ما اقولش الاسباب اللي ممكن تبقى شخصيه اكيد الناس عارفاها، او مدرب هو عنده حاجات انا ما اعرفهاش وراء الكواليس يعني، لكن اكيد طول الوقت ما ترميش الشماعه على ان الناس وحشه او الناس بتمشي، اكيد انت عندك جانب، اكيد انت مشارك يعني، فبالتالي الناس اللي موجودين في المحله ناس يعني محترمين جدا وجيدين جدا واسم كبير وعريق، يعني محتاجين طول الوقت ما نعلقش الشماعه، محتاجين ان احنا اكيد مش بقلل أو مش ببرر يعني للمدربين ان هم ما يحترموش عقليتهم، اكيد مش ببرر دي، لكن اكيد انا عندي دور برضو لازم اديه بشكل احسن من كده يعني. طيب خليني اسالك سؤال اخير، لان احنا شايفين نتائج، بعض النتائج بالنسبه لك بتمثل مفاجآت، يعني لما اقول
لك اسوان بيكسب فاركو بعد مجموعه من الهزائم، اسوان بيتفوق وبيحصل على اول 3 نقاط، بتكلم على تعادل نادي الزمالك على التوالي مع المصري بعد ما كان متفوق عليه في بطوله الكاس بتعادله 2-2، بتتكلم على بعض النتائج الاخرى يعني غزل المحله احنا اتكلمنا خلاص عليه والفوز على الاتحاد السكندري، وامبارح المقاولون كمان بيحصد اول 3 نقاط وبيكسب فرقه كانت مرشحه فرقه سيراميكا كليوباترا اللي من ساعه اول فوز على المصري بورسعيدي الامور معاها ماشيه بشكل غير جيد. يعني خلينا يمكن ان اسوان هي اكبر مفاجاه بالنسبه لي، لان اسوان يعني كانوا ماشيين بشكل مش احسن حاجه، لكن وجود الكابتن ايمن الرمادي اكيد فرق معاهم بشكل مختلف، ويعني كنت انا شايف ان اسوان المفروض تمشي بالشكل اللي هي ماشيه بيه ده، لان هم يستاهلوا ان هم يبقوا في مكان احسن من كده. المباريات الثانيه مش شايف ان في مفاجاه كبيره جدا، يعني مقاولين مع كابتن شوقي غريب فنوش الموسم اللي فات بشكل كويس، سيراميكا برده متذبذبات المستوى، يعني شويه نحس ان هم عاملين مستوى عالي قوي مع كابتن احمد سامي، وشويه نحس ان الامور صعبه شويه، لكن في الدوري المصري بالنسبه لي برده مفيش مفاجات كتيره، ممكن اسوان عشان بس الفوز بالنسبه له اتاخر شويه، هي دي ممكن تبقى المفاجاه الوحيده، لكن النتائج الثانيه يعني موجود بالنسبه لي طبيعيه، وهتبقى وهيحصل زي دي كتير في الدوري الفترات اللي جايه يعني. اسلام الحقيقه دايما بشكرك، يعني النهارده الحلقه مزدحمه شويه بس احنا الحمد لله معاك قدرنا ناخد شويه كاس عالم وبطوله دوري حبيب. بشكرك دايما حبيب. على تواجدك معانا في صباح طيب. كان معانا طبعا في هذه الفقره اسلام عادل واحد من نجوم كره القدم المصريين والمتواجد حاليا من رفقه نادي مصر للمقاصه. مشاهدينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا في صباح تايم، ابقوا دايما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.